الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا على وسائل الإعلام. بداية، نحن اليوم يوم الجمعة 24 شتنبر 2021. هذا يوم تاريخي، عرس كبير لجماعة مسكيمار. لقد تم تكوين مكتب رئيس الرئيس في شخص الأصغر سن نجية صديق، ثم بنواب الرئيس وهم عبد ربه النائب الأول، ثم يوسف قلبي النائب الثاني، وغريب فارس النائب الثالث، ثم السيد عبد الرحمن عباسي النائب الرابع. وقد انتخبت السيدة فوزية بقال ككاتبة للمجلس، ونائبها عبد الله طاهر. نشكر السادة أعضاء المجلس على وضعهم الثقة فينا، ونحن هنا في خدمة الناخب المواطن صاحب القرار، صاحب الذي أبى إلا أن يقدم نخبة من شباب الجماعة لخدمته، ونحن إن شاء الله في خدمة تنمية جماعة مستكمال، نحن وباقي الأعضاء. استاذ ضمت تعليقكم على القرار ديال المحكمه الاداريه امس في موضوع ديال الغاء انتخاب المجلس الصديقي اللي هي حل تقدمها اليوم كرئيسه للمجلس؟ نحن نحترم القضاء ونحترم قراراته، ولكن لنا كلمه في الجهات العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة النقض الوطنية. نحن لنا كامل الثقة بأن العنصر النسوي عنصر فعال، والدستور هو الفصل بيننا وبين الطاعنين، وإن شاء الله القضاء سينصفنا.